هنا الكمية الأمطار اللي سجلناها على مستوى محطة مدينة صغانم من الخميس حتى اليوم حتى الثلاثة نجم نقول 142 مليمتر، عطاتنا لا موين تاع كيما شهرين تاع جونفي 80 160 142، هاي متقاربة ومازال كاينة. درجة الحرارة انخفضت بزاف شكو علاش هذا الاضطراب الجوي، يعني برشا راهم فاهمون في التلفزة ولا حاجة، كي يدخل معاه ينقود فرواد في ولاية مستغانم. هنا كانت تتراوح ما بين 7-8 حتى 12. لا دروك كي يخرج هاد الاضطراب راه بار للاست تونس ليبيا وهادي، موراه جينا ندور صار هنايا لابريسيون تطلع شوية يتحسن الحال.